قال: فإن بركة الرجل تعليمه للخير حيث حل. وهذا بيان من الإمام ابن القيم رحمه الله لبركة الرجل، كيف تكون بركة الرجل. وطبعا لما قال الرجل المرأة تدخل أيضا في هذا الباب، وليس المراد به، وليس المراد أن هذا خاص بالرجال، لا، الرجل والمرأة على حد سواء. كيف تكون هذه البركة في الرجل؟ قال: فإن بركة الرجل تعليمه للخير حيث حل. فمن بركة الرجل أن يكون معلما للخير، هذا المبارك من بركته أن يكون معلما للخير أينما حل، كما أشرت آنفا في أي مجلس من المجالس إلا وهو يعلم وينصح، ليست مجالس له، ليست مجالس كلام لا طائلة منه لا فائدة منه، وإن كان لا لك ولا عليك، لا، مش هذه المجالس، قد يدخل عليه الشيطان من هذا الباب ويقول لك ساعة وساعة، وإحنا ما كاش ساعة وساعة، كلها لعب وكلها له، ساعة وساعة لعنده جد اجتهاد مجاهدة عظيمة للنفس في حمله على التعلم والعمل والدعوة، يحتاج أحيانا يروح عن نفسه، وفي ترويحه عن نفسه طاعة وعبادة، تجده يذهب في سفر يروح عن نفسه، فإذا به تجده ينصح، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، مبارك حيثما كان. وش معنى ساعة فساعة؟ قال: نديروا مجلس يلا نضحكه ونقهقه ونقوم وقد قست قلوبنا، ما ذكرنا الله، ما صلينا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما تأمرنا بالمعروف، ما تنهى عن المنكر، كأننا قمنا عن جيفة حمار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ما شذي ساعة وساعة، حتى في الساعة التي نروح المبارك مبارك معلم للخير. والرجل كما بيّن ابن القيم رحمه الله لا يكون مباركا إلا بهذا البيان. أولا قال: فإن بركة الرجل تعليمه للخير حيث حل، يعلم الناس ويدل على الخير. ثم زاد بيانا من بركة الرجل، قال: ونصحه لكل من اجتمع به. هذه من بركة الرجل، نصحه لكل من اجتمع به، يعرفه أو لا يعرفه، لكن الشيء الذي يعرفه أن هذا منكر، أن هذا يحتاج إلى نصح فينصح. النصيحة مش لازم تعرف هذا الإنسان. وقال: أنا لو أذهب أنصح فلان ما أدري ماذا يفعل بي، لعله يسبني، لعله يرد علي. هذا غلط. الربانيون يتعلمون ويعملون ويدعون إلى الله، والدعوة إلى الله لابد فيها من أذى، ولهذا يحتاج إلى الصبر. الدعوة إلى الله وتعليم الناس ليس مفروشا بالورود، ينبغي أن يعلم الإنسان أنه طريق وعر، ينبغي أن يحتاج فيه إلى صبر، لأنه سيؤذى ولا شك، سيؤذى بإذايات متنوعة، فيحتاج إلى أن يصبر على تلك الإذايات. يأتيك الشيطان ويزين لك. يا إخوان، الشيطان حريص على إغوائنا، حريص على إضلالنا، والله ما يحب الخير لنا، وهو الذي أقسم برب العالمين إن أبقاه الله جل وعلا أن يغوينا، وهو كذلك يغوينا، وطرائقه متنوعة. إذا رآك من ضعاف الإيمان يأتيك من جهة الشهوات، يزين لك الزنا، يزين لك السرقة، يزين لك الربا، يزين لك الغيبة والنميمة إلى غير ذلك. يراك صاحب طاعة وعبادة وقربة يريد إغواءك من هذه الجهة، يزين لك الشهوات، يزين لك الشبهات. أقول في الأول يزين له الشهوات، وهذا يزين له الشبهات حتى يقع في البدع والمنكرات. والرجل يحسب نفسه طائع لله عابد لله وهو يتعبده بغير هدي رسول الله بالبدع والمحدثات. فيأتيك الشيطان من هذه الأبواب، يأتيك الشيطان من باب أن يثبطك حتى لا تدعو إلى الله. وأنا وش دخلني فلان هذا يدير ولا ما يدير، اشرح لي فيه. وزيد بعض الناس يقول الله يسهل عليه، يا أخي كفى الله يسهل عليه، لعل قال كما تنصحوش ادعي له الله أن يسدده، ادعي الله أن يهديه أن يرده، الله يسهل عليه المعصية، الله يسهل عليه المنكر، هل قال ادعو الله بدعوة طيبة أن يهديه. لكن احنا الواجب لما نرى تقصير من أي أخ من إخواننا المسلمين، نعرفه أو لا نعرفه، نأتيه بالأسلوب الحسن، بالوجه الطلق، بالابتسام الظاهرة أولا قبل أن تكلم، تأخذ بيده وقال: والله رأيتك كذا،
جالس أنت تقرأ القرآن في المسجد، دخل واحد يصلي، رأيته لا يحسن الصلاة، لا يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، رأيته مثلا يسجد يضع جبهته ولا يضع أنفه مثلا، رأيته يسجد وهو رافع رجليه، ساجد على الركبتين وعلى اليدين وعلى الجبهة، سجد على خمس والسجود على السبع، صلاة باطلة يا إخوان. تخلي هذا الإنسان وانت جالس تقول وش دخلني، ولو كان راح نقول له يبدأ يقول لي انت وليد البارح وانت كذا، وش دخلني أنا، خلينا منه. لو كان هذا المنهج الذي نسير عليه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الطائف وقد أدميت قدماه ورمي بالحجارة وبعث الله لملك الجبال ليأمره بما شاء في من آذاه أن يطبق عليهم الأخشبين، لقال أطبق عليهم الأخشبين وتهنى منهم وانتهى. لا، مش هذا هو المتبعين النبي صلى الله عليه وسلم يقتدي به في مثل هذا، في تحمل الأذى والصعاب. والله لن تتحمل شيئا يسيرا مما أذي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي داعي الله، والله لن يصل مما من الأذى العظيم الذي أذيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك هو الأسوة والقدوة. ممكن يقول الأسوة والقدوة في العبادة، تعبد الله بما بينه رسول الله، في الأخلاق، في المعاملات، في باب الدعوة، تدعو إلى الله جل وعلا كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تدعو من خالف وتتحمل الأذى في الله سبحانه وتعالى. ولهذا ربه جل وعلا سلاه، ذكر له من قصص الأنبياء من قبله ومن أذى قومهم لهم، وقال له فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك، لأن الذي يحمل القرآن لا بد أن يؤذى فيحتاج إلى صبر، ولهذا قال له فاصبر، ما قالوش فاشكروا، لا، فاحمد الله على النعمة، نعمة القرآن، فاصبر على الأذى الذي تلقاه. فمن بركة الرجل أن يكون ناصحا كما قال ابن القيم رحمه الله، ونصحه لكل من اجتمع به، أن ينصح إخوانه، أن ينصح إخوانه. والنصيحة كما يعرفها العلماء هو سعي الناصح لإصلاح المنصوح، سعي الناصح لإصلاح المنصوح، أي في خلل قد وقع فيه. والنصيحة لا شك أنها من عمل الأنبياء الذي ينبغي أن نقتدي بهم فيه، نقتدي بهم فيه، فننصح الناس وننصح من وقع في الخطأ كما كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وتقرأ ما قصه الله عنا في كتابه عن هود وصالح ولوط عليهم السلام ونوح، كلهم دعوا، كل هؤلاء الأنبياء دعوا أقوامهم، والواحد منهم يقول إني لكم ناصح أمين، ناصح لقومه وهم كفار، فما بالك بالأخ المسلم المؤمن، لعله أقرب الناس منك وترى منه الخير والصلاح، ولعله يستجيب بسهولة مجرد أن تدعوه بحكمة فقط. لكن الشيطان متربص بنا، يريد إغواءنا، يريد أن يقعدنا عن كل خير، حتى هذا الباب العظيم في دعوة الناس. وقد سمعتم الكلام الذي قرأناه في كتاب أخلاق العلماء للأجر رحمه الله. العلماء ماذا يفعلون؟ يغيظون الشيطان، لأنهم يوقظون الناس من المنكرات والضلال التي يحبه الشيطان، فنجاة الناس على أيدي العلماء، هذا يغيظ الشيطان، فهم يغيظون الشيطان.